اهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجنا. حلقه النهارده من الحلقات المميزه والقريبه جدا على قلبي، لانها عن المجال اللي انتميت اليه قبل ما اكون مذيع، وهي عن الكتابه. وعندي ضيوف النهارده من الكتاب المميزين جدا والاعزاء على قلبي. خلينا نرحب بضيوفنا. الاول استاذه لبنى طاهر، اهلا بيكي، واستاذه ميرنا عاصم. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ خلينا نبدا مع استاذه لبنى كده، تعرفنا اعمالك اللي قبل كده، اسمائهم ايه؟ تعرفينا بيهم كده. اوكي، اول كتاب ليا كان كتاب اسمه معلش، ده نزل في معرض الكتاب 2017. تاني كتاب كان كتاب مجراش حاجه، نزل في معرض 2018. الكتاب الاخير كان كتاب مارشميلو في معرض 2020. طب الاسامي بتاعتك حلوه قوي وغريبه، يعني فهمينا كده، بتديني انطباع مارشميلو ده يعني كتاب بيتكلم عن حاجات حلوه عن مش شرط حاجات حلوه قوي. هو مارشميلو، فكره المارشميلو ان هو هش وبسيط جدا، فانا شبيت ان قلوب الناس شبه المارشميلو، هشه جدا زي قلوب الناس. فهي الفكره كلها ان احنا بنتاثر من ابسط الحاجات او المواقف الصعبه اللي بنمر بيها، زي بالظبط ما ايد طفل صغير حتى لو دست على المارشميلو بيتاثر. فهي بقى ايه المواقف الصعبه اللي بنمر بيها، الناس بتجرحنا في ايه او بتضايقنا في ايه، طب ازاي ان احنا ممكن نكون السبب اصلا في ان احنا ندي فرصه للي قدامنا انه يجرحنا او ياذينا. تمام، يعني احنا اللي بندي فرصه للشخص ان هو اللي يجرحنا. او ممكن كده وممكن كده، ممكن هو شخص طبعه مؤذي، او ممكن يكون احنا بدينا له المساحه ان هو يزينا بيها. بالظبط كده. تمام. طيب معلش، بصي، هو معلش كان ترند قوي، نزلت فتره كان في معلش على السوشيال ميديا كتير. الكتاب ما كانش في الاول اسمه كده، بس بعد كده سميناه معلش او اتمحور قبل ما ينزل على اسم معلش. معلش بيتكلم ان ايه الحاجات السلبيه اللي بنمر برضو بيها في حياتنا، او افكار سلبيه بتأثر علينا، بتكون مستنيين دعم من الناس، بس في الحقيقة احنا مش مستنيين حد يقول لنا معلش، احنا ممكن احنا يعني نعمل سبورت لنفسنا بنفسنا. يعني في ترند كده كنت بسمع عنه دايما، اللي هو ايه، لما تيجي حد تقول له انت انا تعبان، يقول لك مالك انا تعبان، يقول لك معلش. فكلمه نفسنا. معلش دي فمعلش دي يعني اللي هو كده، انا خلاص انا كده تمام، انا ما تقولي معلش كده انا تمام. مش عايزين بقى، احنا مش عايزين نستنى حد يقول لنا معلش، احنا هنمعلش نفسنا. احنا هنمعلش نفسنا بنفسنا. طب تمام، خلينا نروح لميرنا. كلمينا بقى كده، ايه اعمالك؟ هو اول روايه ليا نزلت في معرض كتاب 2019، اسمها مثالك القهوه. والروايه الثانيه نزلت في معرض كتاب 2020، عاده غريبا. دي كانت روايه. الاثنين روايات. طب مثالك القهوه دي كده ايه بقى الاسم؟ مثالك القهوه يعني هل بتتكلمي عن علاقات مثاليه مثلا؟ هل هي روايه رومانسيه؟ هي روايه رومانسي، بس مش رومانسي صرف. هو البطل طالع عنده مرض نفسي، ولما بيتعرف على البطله، يعني هو دي جمله قالتها له في الاخر، إن انت مثالك القهوه، لان هي طالعه من اول الروايه عندها عشق فظيع للقهوه. فبالرغم العيوب اللي فيه بقى هي شايفاه مثالي. طب ازاي؟ هو طول الروايه فيها يعني عنده بينفعل بسرعه، يعني مش شخص كويس يعني، وبيتجنب الناس كتير. فهي ساعدته بقى ان هو يتعالج وكده. ففي الاخر بقى بتقول ان انت بالرغم من كل ده انت مثالي. طب خلينا نرجع، انك بتكتبي في العلاقات، هل فعلا ممكن الحب يبقى شايفين رغم العيوب اللي موجوده في الشخص ده، بس احنا شايفينه مثالي كالقهوه زي ما ميرنا قالت، ولا ده بيبقى سببه ايه؟ هل المشكله في الشخص اللي بيحب قوي كده لدرجه مش شايف العيوب دي، فشايفه هو بيرفكت من كل حاجه؟ بصي، هو احنا بنختار يعني زي ما بنقول نغض البصر عن حاجات معينه، بس احنا بنبقى شايفينها. احنا شايفينها، محدش ما بيبقاش شايف، بس احنا مبسوطين بنكون فاكرين ان احنا قادرين نتواكب او نتعايش مع العيوب اللي احنا شايفينها، بس احنا هي المشكله ساعات في ناس مش بتبقى عارفه نفسها، مش بتبقى عارفه هي قادره تعيش مع ايه وما تعيش مع ايه. فلما بتبقى في فوق السحاب وبتبقى مبسوطه وبتاع، فاكره ان هي تقدر تعيش مع العيوب دي وكده. اول ما البابل بقى بتاعت المشاعر دي بتهدى وكده، لا، بنبتدي نكتشف نفسنا قبل ما نكتشف حتى اللي قدامنا. تمام، خلينا نرجع كده لميرنا. ده مثالك القهوه، عاده غريبا. هي رومانسي برضه. انا بتكتبي رومانسي؟ بس الروايه الجايه مش رومانسي. مش هنتكلم بقى لسه عن الروايه الجديده بقى، هتقول لنا. اوكي، هي رومانسي وبتناقش قضيه التنمر المدرسي. تمام. وتاثيره على الانسان، وازاي ان الطاقه السلبيه اللي بتبقى جواه بسبب التنمر. طيب استاذنك يا ميرنا، معانا مداخله دلوقتي استاذ عبد الرحمن عرفه، الكاتب. استاذ عبد الرحمن، الو الو، مساء النور، سامعني؟ سامع حضرتك. ازيك؟ ايه الاخبار؟
كان نفسنا تبقى معانا النهارده في الاستوديو، بس انت مشرفنا بالمداخله النهارده. كنا حابين نعرف منك كده ايه النوع اللي انت بتكتب فيه، نوعه ايه؟ انا بكتب خيال علمي فلسفي شويه، يعني هو تطبيق للعلم الموجود بصوره خياليه. تمام. شق تاني من الفانتازيا، مش الفانتازيا اللي هي التاريخيه شويه. تمام. وبيكون مضبوط معايا تفاصيل من علم النفس. ايه المؤلفات بتاعتك؟ انا كان ليا اربع روايات. اول روايه كانت 13 دي كانت اتنشرت على الاونلاين، والفريد ديمتري معرض 2019. تمام. وابيديميا المعرض اللي فات، وليلها الرقم المعرض الجاي. تمام. طيب الروايه الاخيره كانت بتتكلم عن ايه؟ الروايه الاخيره بتتكلم عن شاب في كليه بيبدا ان هو بيجي له البرنامج ده قادر ان هو يخترق اي جهاز في العالم. في وقت ان بدا العالم كله بيتحول لنظام الكتروني. فهو بيشوف الروايه بتلقي الضوء على ان هو لما بياخد سلطه موزع صوت الالهه بيقدر يستخدمها ازاي؟ هل هي بتحوله بتاثر على شخصيته ازاي؟ دفع الانتقام اللي عنده هل هو بيمشي وراه ولا لا؟ هل انت قلت لي ان هي خيال علمي، هل في الروايه الاخرانيه كان فيها حاجه في الخيال العلمي ولا كانت تجربه للشاب؟ لا هي كلها خيال علمي. خيال علمي، اديني كده لمحه كده في ايه بالظبط الموضوع بتاعها؟ جزئيه ان هو يعني احنا عارفين ان في الاغلب العالم بدا يتحول للنظام الالكتروني في المصالح الحكوميه وفي الشغل والكلام ده. فالمفروض ان الروايه احداثها في عام 2030. 30. ففي عام 2030 بيبدا ان هو الدنيا كلها تبدا انها تتحول للنظام الالكتروني. تمام. الشخص ده بيبدا ان هو يجي له البرنامج ده قادر ان هو يخترق كل الانظمه. تمام. كل الاجهزه، وقادر ان هو يتحكم في حياه البشر، وقادر ان هو طب تكلمنا استاذ عبد الرحمن عن العمل القادم في معرض 2021. المفروض اه يا فندم، بس لسه الرؤيه مش واضحه برضه لتاجيل المعرض. ما ده لسه هنتكلم عنه في السؤال الجاي. انت ايه رايك في موضوع تاجيل المعرض ده؟ هل خبر ايجابي ام سلبي عليك؟ من ناحيتي انا شايف ان هو خبر سلبي. ببساطه لان هو معرض اسكندريه اتطبق في ظروف في الكورونا اسوء من كده. بس التنظيم الجيد والاداره الجيده من اداره المعرض هناك خلت المعرض يخرج بصوره طيبه جدا. جايز يكون في وجهه نظر طبعا لوزاره الثقافه في تاجيله، بس نتمنى ان احنا ان شاء الله نستغل الوقت ده كويس، ان احنا نجهز له تجهيز كفرصه جديده، يعني ان احنا نجهز له تجهيز احسن ان شاء الله. والعمل بتاعك الجديد حابب تقول اسمه ولا هتسيبها مفاجاه؟ اللي يا فندم؟ العمل الجديد حابب تقول اسمه دلوقتي؟ العمل الجديد اسمه الاله الرقمي. الاله الرقمي؟ بالظبط. هيبقى برضو عن تكنولوجيا زي الروايه اللي قبليها ولا هتبقى بتتكلم عن حاجه تانية؟ لا، هي اللي كنت بتكلم عليها هي دي الروايه الجديده. لا، الروايه الجديده دي اللي هتنزل السوق جديد. دي اللي كنت بشرحها قبل كده. ايوه تمام. انا كنت بكلمك على الروايه بتاعت 2020. 2020 كانت بتتكلم عن وباء في السنه دي. تمام. الوباء ده بيبدا ان هو يحاول يسيب العالم كله، والدول تبدا ان ده انت كده تنبأت بفيروس كورونا صح؟ هي قريبه يعني، هي الفكره في انتشار الوباء وفي الاعراض، لكن مش بالفيروس نفسه. هي الروايه كانت مكتوبه 2019. ويمكن حتى الناس في المعرض كانت يعني اللي هو متخوفه، اللي هو هل الوضع هيسوء؟ بداوا ان هم يقولوا الروايه تنبأت بالوباء، بس هي منتمي اكتر لادب الزومبي، وده نوع من مش موجود عندنا في العالم المصري. تمام. طيب انا بشكرك جدا استاذ عبد الرحمن الكاتب والروائي، ميرسي على المداخله. ونرجع لميرنا، كنا بنتكلم على الروايه عاده غريبا، كانت بتتكلم عن التنمر. طبعا الموضوع ده مشكله جدا في وقتنا دلوقتي في السوشيال ميديا، بسبب ان في ناس حياتها كلها بتتدمر بسبب التنمر، يعني دي من مساوئ السوشيال ميديا. فهل الروايه كانت بتتكلم عن كده؟ هو مش تنمر السوشيال ميديا، هي بتتكلم عن التنمر المدرسي. المدرسي التنمر تحديدا. انا كنت بتعرض للتنمر. انت ازاي؟ بجد يعني ازاي؟ هي زي يعني هي الالهام اللي جاب لي الروايه. هي تجربه شخصيه شويه. بس طبعا مش بنفس التفاصيل اللي في الروايه. وبتتكلم ازاي الطاقه السلبيه اللي الشخص بيتعرض للتنمر بيها ازاي يستغلها، ممكن يستغلها في حاجه حلوه او حاجه وحشه. هو للاسف في الروايه استغلها بطريقه غلط، تحولته لمجرم
هو عايز يثبت سيطرته اللي تم التنمر عليه. هو ده اللي تحول لمجرم. ايوه هو عايز يثبت ان هو قوي. هو عايز يثبت ان هو قوي او ان هو اقوى من اللي اتنمر عليه. عايز يعمل اللي اتعمل فيه في غيره. دي طريقته. وفعلا يعني عمل ده. هل في ايجابيات طيب في الروايه؟ اكيد في ايجابيات. لا هو الروايه بتبين اثر التنمر المدرسي او مش التنمر المدرسي خصوصا يعني بس التنمر عامه لان مش كل الناس قويه مش ممكن تحول حاجه ايجابيه. يعني انا عن نفسي حولته بطريقه ايجابيه ان انا بقيت اكتب. يعني لما ببقى متضايقه بكتب. هو ممكن ما عندوش موهبه مش بيعرف يعمل ده فبيستخدم بطريقه غلط بس. تمام. طيب احنا دلوقتي كمان في كتاب لو الكنترول ينزل الصوره بتاعته اسمه ادم اصل كل شيء. ده عمل جماعي لكاتب اسمه احمد عبد العظيم وكاتب اسمه محمد سراج. ده عمل اشتركوا فيه اتنين كتاب من الاعمال الجديده شويه او انها بتناقش وبتجاوب عن الاسئله الوجوديه اللي كلنا بنسالها بس بطريقه فيزيائيه. بتناقش نظريه اينشتاين وفيزياء الكم والفيزياء الكلاسيكيه والفيزياء الحديثه. بياخدنا الكاتب في رحله لمعرفه اسباب وجودنا. الكتاب ده المفروض ان هو ثلاث اجزاء او الكاتب عامله ثلاث اجزاء. اول جزء هينزله في شهر يناير وده من الكتاب اللي هم حبوا ما يستنوش المعرض ان هو شايف ان هو العمل بتاعه ممكن ننزل بيه دلوقتي وعنده اجزاء تانية ممكن بعد كده ان شاء الله ينزلها في معرض الكتاب اللي هيبقى في بدايته في اخر شهر 6. فهي رحلة لمعرفة السبب الوجود. فيها بيعادل او بيناقش نظريات اينشتاين لانه شايف في خلاف فيها يعني غير اللي احنا متعودين عليه. شايف ان اينشتاين في اخطاء بناء عليها نشأت نظريات خاطئة. فان شاء الله يبقى معانا كده قريب في مداخلة. احنا بنتمنى له كل التوفيق للاجزاء الثلاثة وان شاء الله يبقى معانا كده قريب وكل التوفيق. خلينا نرجع بقى الاستاذه لبنى. احنا قلنا مارشميلو ومعلش ما جراش حاجه ما جراش حاجه. يعني فكرته يعني احنا الاسم جه من الحمد لله من نجاح معلش فقلنا نعمل حاجه قريبه برضو الناس تحبها نفس الاسم. بس هو جوه الكتاب يعني تخصصي شويه. الكتاب بيتكلم ازاي الواحد يقدر يحقق احلامه. هو مبني على معادله ازاي الواحد يعني عشان توصل لحلمك بتعدي على 5 محطات لازم هتعدي عليهم. ازاي بقى تعدي كل مرحله وانت متماسك وانت تقدر توصل للي انت عايزه. فده كانت كتاب مجراش حاجه. تمام. ده مجراش حاجه. انا بس هسالك احييك الاول على اختيار الاسماء. لان انا ككاتبه انا عارفه كويس قوي ان اصعب حاجه جداً. اختيار الاسم يعني. انا ممكن الف زي ما انتوا عاوزين بس ساعه اختيار الاسم بيتعبني جدا. فانت مختاره اسامي بسيطه قوي بس عميقه قوي يعني بتخلي القارئ يفكر فيها شويه. الحمد لله. فازاي بتختاريها؟ بصي هقول لك على حاجه. يعني مثلا معلش هو انا اصلا لما عرضت الكتاب الاول ما كانش اسمه معلش. كان استاذ محمد المصري ناشر في دار الرسم. طب نحيي بقى استاذ محمد المصري دار الرسم بالكلمات وطبعا استاذ محمد شواربي واستاذ فؤاد رويحل واستاذ عمر الفاروق. تحيه ليكم اداره الرسم بالكلمات ودار العليا. نكمل. تمام. فلما عرضت عليه الكتاب اول مره قال لي هو كنت مختاره اسم يعني مش حلو خالص. فقال لي لا يعني بصي الاسم مش احسن حاجه فخلينا ندور على الاسم تاني. يعني ندور فبقول له ايه رايك معلش ده ترند وكده. فعجبه قوي الاسم. يعني لما بقول حاجه وبتعجبه بيمسك فيها قوي ويقول لي تمام. وهو اللي بيهايلايت على ان الاسم ده حلو ولا لا. يعني انا هو مثلا لو قلت حاجه يقول لي اه دي تمام. فهو يعني الفاينلايزر الاخر يقول لي ده تمام يبقى ده تمام. تمام. طب حلو. يعني انا احييكي بجد واحيي استاذ محمد المصري على اختياره. وانا برضو بيساعدني استاذ محمد الشواربي في اختيار الاسامي. يعني احنا بنختارها برضو على اخر لحظه. يعني بيبقى العمل خلصان وداخل مطبعه. أيوة. والاسم على اخر لحظه. طيب خلينا نرجع لميرنا كده. كلمينا بقى عن العمل الجديد. هي روايه رعب. اسمها اختلفنا. انت دخلتي مجالي دلوقتي. دخلت في الرعب. حلو. رومانسي رعب. انا شايفه ان الكاتب يقدر يكتب كل حاجه. مفيش كاتب يعني ما يعرفش يكتب غير في رومانسي. هو بس بيستهوي اكتر ان يكتب فيها. فقولي لي بقى الرعب ده ايه اللي خلاكي تفكري ان انت تكتبي في رعب المره دي؟ هو انا قبل ما انشر روايه مثالك القوي كنت كتبت روايه رعب قبل كده بس كنت بنشرها على موقع على النت بس. فلقيت الناس عندها
حابه قوي ان انا الاسلوب بتاعي في الرعب، فقلت بدل ما انا بنشر بقى لي سنتين يعني رومانسي نجرب رعب. اجدد. طب كلمينا كده بسرعه عشان وقتنا، بتتكلم عن ايه؟ هي بتتكلم عن تحضير الارواح والجن وصرف والحاجات دي، مش عايزه احرقها يعني، هي لسه ما نزلتش. بس هل في موضوع معين بيتناقش فيها ولا هي احداثها رعب جديده؟ لا، هي يعني القصه كلها قايمه على 5 اعمال سحر، هم البطل والبطله بيحاولوا يفكوها، بس ده نبذه بسيطه قوي تمام يعني. كده حلو، عشان انا عارفه ما بنحبش نحرق الاحداث. ان شاء الله كل التوفيق يا رب يا ميرنا، وتبقى الله حاجه عظيمه جدا وتكسر الدنيا. تمام. طيب حضرتك بقى هتنزلي حاجه عمل الجاي ولا؟ يعني بصي، هو تاجيل المعرض كان بالنسبه لي حاجه كويسه، كويسة. ممكن الحق. تمام. ممكن الحق، فلسه يعني مش ربنا يسهل. هو طبعا موضوع تاجيل المعارض كان ليه فرحه عند بعض الكتاب وحزن عند بعض الكتاب اللي هو عملهم طبعا نازل في معرض 2021، بس نقول كل تاخيره وفيها خير. خليني برضو اشكر سلمى سامح مديره النشر، كان نفسنا تبقى معانا، بقول لها الف سلامه، وان شاء الله تبقي معانا في حلقه جايه، وفي انتظار برضو العمل الجديد بتاعك. وكنت عاوزه اقول كده بقى، نسال يعني هتكتبي العمل الجديد بقى عن ايه؟ ما دام احنا فتحنا سيره ان انت هتكتبي عمل جديد. بصي، هو هيبقى ليه علاقه شويه بالجواز والقرارات، ازاي الواحد يختار شريك حياه وكده يعني. هتبقى برضو عن العلاقات. بس من ناحيه جواز شويه. طب خلينا مارشميلو بنقول بيتكلم عن العلاقات عامه يعني، اللي هو عن القلب برضو ولا العلاقات العامه عامه؟ لا من يعني حبيب صديق. لا الحاجات اللي يعني الناس اللي بتتعاملي معاهم، الناس الجادجمنتال اللي هي كل شويه تصدر احكام عليك انت كويسه ولا انت وحشه، ازاي تتعاملي مع الناس اللي بتكذب كده. تمام. ومعلش اللي هو احنا معلش نفسنا. حلو، انا عاجبني معلش نفسنا، انا معلش نفسنا. ومجراش حاجه تحقيق حلمك يعني. الجديد بقى ان احنا ازاي نختار شريك الحياه صح. انا انترستد فيه قوي، مع اني مش انترستد ان احنا نشوفه طبعا ان شاء الله ونقراه باذن الله. اتمنى ان انت تلحقي تخلصيه يا رب، وميرنا برضو تلحق تخلصه. لو حابه بقى تقولي اي حاجه كده عن فعاليات المعرض اللي جاي، انت شايفه ممكن يبقى فيها ايه، وعشان نقدر نعوض الشهور اللي هي فاتت دي؟ السؤال ده هو انا بصراحه يعني شايفه ان تاجيل المعرض هو هيخسر دور كتير وكتاب كتير. ففكره حلوه ان لو ننزل كتاب شهر يناير زي في ميعاده. انت مع ان احنا ننزل الكتاب في شهر يناير؟ في بعض المكتبات. في بعض المكتبات. مش شايفه ان ده ممكن يحرق العمل مثلا او؟ بالعكس، اصل يعني هو مش هيتوفر في كل المحافظات برضو. فاللي عايز يقرا حاجه اكيد هيبقى حابب ان هو يجي يدور يعني عليها. يعني انت مع ان احنا ممكن ننزل في معرض قبل معرض الكتاب في المكاتب، والناس اللي حابب يقرا هيروح؟ لان التاخير ده يعني تاخير 6 شهور كتير على الكتاب، على الكتاب. طيب رايك ايه يا استاذه لبنى؟ انا من الجانب اللي مبسوط، بس انت الجانب المبسوط. احنا بنقول رايك. هل لو انت عندك عمل المفروض ان هو هينزل خلاص كان الشهر الجاي، انت شايفه ان انا حبيت رايي من نفسي صراحه، لان هي مش شرط في المعرض ان الكتاب يكون كده خد البروباجندا بتاعته، لا ممكن ينزل قبل كده ويبقى برده ليه صدى. ليه صدى؟ طب انت تفتكري القارئ هينزل يجيبه ولا اغلب القراء دايما بيقول لك نحب ننزل المعرض نشتري الكتاب وبالمره بيغيروا جو وبيقابلوا الكاتب؟ مش شرط والله، يعني مثلا انا ساعات انا نفسي مثلا في كاتب معين ممكن استنى له حاجه ما تكونش نازله في المعرض، يعني عادي بتحصل. طب ده ممكن نقول ان هو مفيد للكاتب اللي اوريدي معروف والجمهور بتاعه كبير، انا هنزل اشتري كتابه. طب لو بنتكلم عن كاتب من النوع اللي هو المتوسط، اللي هو ليه جمهوره بس مش بالقاعده الكبيره زي الكتاب الكبار، تفتكري ده هيفيده؟ ممكن متوسط بس بيوصل فكره، فلو الفكره نفسها تقيله ويعني قيمه، لا هتبيع وهتبقى تمام وهيبقى ليها وجود. تمام. طب انت شايفه ان انت ولا ما اسالكيش السؤال ده، اللي هو انت حابه لو مش حابه تجاوب، حابه انك تنزلي الكتاب بتاعك الجديد في يناير الجاي ولا هتستني المعرض؟ لا، هو انا كاميرنا، انا هستنى المعرض. احنا هنستنى راي الاداره. يا اصلا ما اعتبرش من الكتاب الكبار، يعني لو نزلت كتابي في شهر واحد هخسر او مش هيجيب مبيعات زي ما انا حابه، فانا الافيد ليا ان انا استنى المعرض. كبيره وجميله ومستنيه كل التوفيق ان شاء الله. وربنا يسهل كده المعرض اللي جاي ان شاء الله، يبقى خير علينا جميعا، ويبقى معرض عوضنا الشهور اللي احنا انتظرناها. انا برضو من الناس اللي خدت رايهم، كله قال ان انتظار المعرض في شهر 6 او اخر 6 او بدايه 7 هيبقى افضل لكتاب كتير، بس في بعض الكتاب اللي هم شايفين هينزلوا
ودور النشر هينزله في المعارض او الشهور اللي جايه. فاتمنى للكل التوفيق، واتمنى الاستاذ احمد عبد العظيم كتابه ادم اصل كل شيء، واستاذ محمد سراج التوفيق ان شاء الله. وبشكر ضيوفي، بشكر استاذه لبنى طاهر على وجودها، واستاذه ميرنا، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، واستاذه رنا من فريق الاعداد طبعا، واستاذ وليد المخرج. انا بشكر ضيوفي، وميرسي جدا لاستماعكم لينا، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، والى اللقاء في حلقه قادمه.